مشاهدينا الكرام، تحية الود والاحترام، أهلا وسهلا في حلقة جديدة من صباح المشروب، محطات منوعة مختلفة شيقة مفيدة، نأمل من خلالها أن تنال الرضا والاستحسان والقبول. عدنا بعد غيبة طويلة، ولكن عدنا بثورة سلمية انتصرت بإرادة الشعب السوداني. كان مهرها شباب خلص من أمر وطن العزيز، رحمة المغفرة لشهداء ثورتنا المجيدة، وعاجل الشفاء للجرحى، وعودة سريعة بإذنه تعالى للمفقودين. إذن الشروق عادت بثوب جديد، شمس الثورة السودانية. لما نتحدث عن الثورة نتحدث عن النهضة، نتحدث عن التنمية، نتحدث عن هذا الشعار الكبير: حرية، سلام وعدالة. إذن قناة الشروق بإذنه تعالى تعمل على تصحيح هذه المسارات المختلفة عبر صباحاتنا الندية وبرمجتنا المختلفة. سعيد جداً لمرة أخرى أن ألتقي بالزميلة لينا زين العابدين. يا صباح الخير لمرات إن شاء الله بإذن الله تعالى. كثر صباح النور حمزة، صباح السعادة والجمال، وأنا سعيدة أكثر بحضورك. وعدنا من جديد يعني بشوق كبير جدا لنعانق أنظر وأعين كل مشاهدينا في كل مكان وأسماعهم أينما كان. حلقة جديدة من صباح الشروق كما ذكر حمزة، الشروق بثوبها الجديد، الشروق شمس السودان الجديد المشرق بالأمل، المشرق بتحقيق مفهوم حرية سلام وعدالة. نحن وانتو هنتواصل وهيكون في فقرات مختلفة ومتنوعة، القناة منكم وليكم، يعني انتو أسيادة وانتو أصحابة. من خلال هذه القناة نقدر نوصل كل ما يعاني منه الشعب السوداني، كل ما يطمح لتحقيقه من أهداف، من طموحات، من أحلام، من رؤى لسودان جديد مختلف تماما، لسودان قادم بمفهوم مختلف أيضا. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الشروق، ودائما الصباح جماله بالألحان الجميلة العزبة، فما بالكم انه الالحان تكون مميزة وجميلة ومختلفة مع اصوات سودانية ايضا مميزة وجميلة ومختلفة. اذا عدنا باذن الشعب السوداني، واليكم صباحا بلوم الغرب، الفنان الذي ملا حديقة الغناء بكثير جدا من الاغنيات الطيبة الراسخة عبر مكتبة الاغنية السودانية. نتابع. ما ورى كثير الزين مغلوب وترجي الزمان، الزمان يقرا وترجي الزمان يقرا عذاب الحب يا ناس، عذاب الحب يا ناس. يا
صبر دا وين الجرا صبر دا وين الجرا داوي داوي الصبر طول العمر كله عشت طول العمر كله عشت محروم من حنان فاقد الكلمة الحنينة فاقد الكلمة الحنينة كم لدنيا يا مان كم كتير Summer.